علينا نحن كمسلمون ان نعي اليها جيدا. المشكله ان احنا بننساها ورا حاجات كثيره جدا. اللي بيتضحك علينا بحاجات كثيره خالص. بيسمونا المدافعون عن الدين او المدافعون عن الشرعيه او المدافعون عن الاصول والاصوليه. كل ده كلام في الهوى. كل ده كلام لا صحه له. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدافع عن الاسلام ولا يدافع عن الدين. لا، افهم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل لنشر الاسلام، لنشر الدين، مش عشان خاطر افرض الاسلام، لنشر الاسلام، لنشر الدين، لتعليم الناس مفاهيم الاسلام. انا بقول لكم الاسلام اهو، لكن ما كانش بيدافع عن الدين زي ما الجهله بيقولوا ان احنا بندافع عن الدين، زي ما الجهله بيقولوا بندافع عن الشرعيه. ما كانش في دفاع. انت ايه عشان تدافع؟ ان الدين لله. ده الدين ربنا هو اللي بيدافع عنه مش انت. قوتك ايه عشان تدافع عن الدين؟ انت مين؟ قوتك مين؟ كل اهل الارض 6-7 مليار كلهم قوتهم ايه؟ ده سيدي جميل بجناح واحد يجي من الارض كلها راس على عقله. قوتكم ايه؟ مفيش حاجة اسمها أدافع عن الدين، أدافع عن الشرعية، أدافع عن الملوخية، مفيش الكلام ده. الدين نفسه مش محتاج لحد يدافع عنه. ده عبد المطلب كان راجل مشرك وقال إن للبيت رب يحميه. كان راجل مشرك وما جاش للدين رب يحميه، للبيت، للكعبة رب يحميها ربها. لكن أنت هتحمي الدين؟ أنت هتدافع عن الإسلام؟ أبداً.